خوف وهلع وما باتا ينتاب الجزائريين هذه الأيام في ظل ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بسلالات كورونا المتحورة. خوف عززته منشورات ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. احنا نتأسف كثير على بعض الصور وبعض الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. احنا نطلب وطلبنا من زملائنا ونطلب كل مواطنة ومواطنين في وقت حرب كما هذا الهدوء ونتعاملوا مع بعض. فزع وخوف من الإصابة بكورونا وحتى الموت، تخيلات باتت تشكل خطرا نفسيا على صحة المواطنين وحتى المصابين، قد تؤدي إلى تداعيات وخيمة تصل إلى حد تفاقم المرض أو الإصابة بأمراض نفسية حسب مختصين نفسانيين. إذا كان مريض ويعني وسمع هذه الأخبار ولا تلاقى بها عبر الصفحات فراح يشعر بحزن شديد وزيق واختناق، ويصبح يشعر بالتهديد أنه راح يصرى له كما هذا المرضى اللي راهو يشوف فيه. وضعية وبائية صعبة تمر بها الجزائر تحتاج إلى تكاتف وابتعاد عن التهويل دون التهوين، ليبقى التحلي بروح المسؤولية، الوعي واحترام إجراءات الوقاية أكثر من ضرورية لكبح جائحة أنهكت كاهل البشرية جمعاء.